الهجمات بعبوات مفخخة عادت لتتجدد في أفغانستان. آخر هذه العمليات استهدفت مسجداً في العاصمة كابول وخلفت 21 قتيلاً و33 جريحاً حسب ما أعلنت الشرطة في بيان. الهجوم يأتي بعد أسبوع من مقتل رجل دين وشقيقه ينتميان إلى حركة طالبان في هجوم انتحاري على مدرسة قرآنية بالعاصمة تبناه تنظيم داعش. عدد الهجمات في أفغانستان تراجعت منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة قبل سنة، إلا أن هذه الهجمات لم تتوقف منذ مدة. معظم الهجمات التي تتبناها داعش تستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، إضافة إلى حركة طالبان. الحركة أكدت أنها هزمت داعش في البلاد وأنها أوقفت العشرات من المقاتلين في صفوفه، لكن محللين يعتبرون أن التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل التحدي الأمني الأبرز للنظام الأفغاني الجديد.